بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يعني إيه النجاح؟ نعرف إنه معناها سهل، لكن النجاح مش مجرد الإنجاز. في ناس بتنجز بس مش حاسة بالنجاح. النجاح معناها إنك بتعمل الحاجة الصح ليك وللي حواليك. النجاح يديك أنت رضا ويدي اللي حواليك كلهم سعادة. النجاح مش معناه تعمل فلوس أو تعمل مركز. النجاح معناه أنت بتلاقي نفسك في اللي بتعمله، سعيد باللي بتعمله، مستمتع باللي بتعمله، لاقي معنى وقيمة في كل حاجة بتعملها. ربنا خلقنا عشان نعيش ناجحين. في نجاح في العلاقات، في نجاح في التفكير، في نجاح في الابتكار، في نجاح في الشغل. النجاح مطلوب مننا كلنا.